فيصل، بنك واحد بنك فيصل. الضرة والظل والسترة، مترادفات الأمان في البيت السوداني، هو حلم بيعمل عليه بنك فيصل الإسلامي السوداني ليكون واقعا بيننا. طوبة طوبة وظل وريف هادي، حاج نورين بيحلم ومرات كمان بينادي. تعالوا نشوف حاج نورين بيحلم بشنو. يا حاج شعلان ازيك واولادك كيف عاملين؟ والله تمام يا حاج نورين، مالك ما ظاهر لك يومين؟ يا شعلان اظهر بوين، والعمال في البيت قاعدين وشغالين. ما شاء الله يا حاج نورين، نويت تعمل بيتك طابقين؟ قال طابقين والله ظريف جد يا شعلان، والأول وين؟ دي صيانة ساكت للخريف، ما عارف براك بيوت الطين. يا نورين انت زول مسكين، ما شايف صاحبك بعمة بدل البيت بناله اثنين؟ هاي بجده جاب من وين؟ ما قلت لك انت زول مسكين، من بنك فيصل يا نورين. بنك فيصل وساكت بده الناس بالدين؟ يا نورين انت عايش وين وبالحاصل حولك ما داري؟ ده اسمه تمويل عقاري. تمويل عقاري كده فهمني بالراحة كده، براك ما عارف اخوك ما قاري. بالله ما شتت افكاري، الموضوع ساهل يا جاري، قلت لك ده تمويل عقاري بالعربي كده. لو عندك بيت عايز تبنيه أو واطة، بنك فيصل بيساعدك بالتمويل بكل بساطة، بس قدم ورقك بسرعة وما تتباطى. يا شعلان كلامك ده واثق منه ما يكون تخمين؟ واثق جدا زي ما واثق يا نورين إنك مسكين. وممكن أمشي عليهم تين؟ أجي وقت ده الناس جاهزين، وإذا حبيت من بكرة بمولوا لي البيت. طبعا بس لازم تمشي البنك وتشوف شنو المطلوب بالضبط. أيوة تمام، أنا ماشي طوالي. يا سلام يا حاج، على وين جاري؟ أمشي البنك أشوف موضوع التمويل العقاري. نورين نورين استنى، نورين نورين على وين؟ مسكين نورين بالخلعة نسى إنه الليلة الجمعة. بنك واحد بنك فيصل.